فضيحة فتح المولدي بين الشعارات والممارسات. اقتراح باش يزيدوا في منحة العائلات المحتاجة المعوزة. المنحة اليوم 150 دينار اللي تعطيها الدولة، ولكن تم إسقاط المقترح هذا يا فتحي. والله فضيحة بكل المقاييس. هو المقترح جاء من الجبهة الشعبية، قال العائلات المعوزة في قانون المالية عندها 150 دينار. 150 دينار ما عادش تفي بالحاجة، على الأقل الترفيع في المبلغ إلى 180 دينار اللي هو حتى شيء زاد. قلنا اقتراح عادي جدا طبيعي. تونس العائلات المعوزة ما شاء الله فما تقريب 240 ألف، من 150 ل 180 دينار 30 دينار ايش باش تزيد القفه. نعرفوا التضخم المالي 6.3%، ارقام مفزعه. قد كان الزوالي تيابش معناها اللي يتصور بالمنطق، وانه هالتصويت هذا باش يكون الي الي اوتوماتيك باش ينزل على فلسه وانتهى. جاء التصويت يا هميمه، جاء التصويت وتجي المفاجأة المذهلة وبالنسبة لي أنا الفضيحة الكبيرة. 79 ضد و36 معا. سمحني، 79 ضد، قبل بساعتين كانوا يطالبوا بالزيادة في المنحة نتاعهم. النواب برسمكم يا نواب برسمكم، مختلي تجيوا في المجلس تحكيوا ما عادش تقولوا الزوالي، لأنكم انتم بعاد كل البعد عن الزوالي. فهمها وزير المالية سيري راشا الغوم، فهم الحكاية. قال لا ما تخلوش خاطركم، تو ندرسوا باش نزيدوا 20 دينار. أمان معناها قانون يسقط وتو تدرس بتزيد 20، حتى العشرة باش تاكلهم فيهم. يخر السياد الدهماني قال لا اسمع تو نزيدوا نشوفوا ننظروا في الأمر. بربي معناها سامحني اسكتوا كي تتكلموا، باش نحاول ندافع على حاجة ما تدافعش عليها. ما عندوش فلوس فتحي، وهما الزيادات القانون المالية 36 ألف مليار وبالمليارات والزيادات ودنيا. راهو الزوالي راهو 30 دينار، راهو معناها سامحني يا راف معناها هذه عينيك مغمضة وتنزل على الفلسة، عينيك مغمضة. هذه أولوية، حب ولا يكره، كي نحكيو على 240 ألف عائلة معوزة هذه أولوية، والزيادة 30 دينار معناها بالنسبة للعائلة شنو تعمل؟ باش يكلف الدولة مبلغ معين، ولكن ماهيش باش تقف الدولة يا عائلة. راف راهو 30 دينار مش الواحد، راهي العائلة. حبوا يفهموا، أنا ماذا بيا 79 يعملوهم بلاك ليستي. قبيلة نسمع في رئيسنا البيجي قائد سبتي في الليليزي مع ماكرون، شاف شو خارجة، لأنه ماكرون قالوا تو نعاونوكم ونخرجوكم من كذا. كشاك شو خارج البيجي قايد سبسي، شكون اللي حطنا في هالبلاك ليست؟ واحنا شو مدخلنا في هالجماعة هذم؟ واحنا تعود تشجعونا على الانتقال الديمقراطي نتاعنا، تعود كذا ونغزر له. نغزر ومهم تون ذكرت هل 79 اللي قالوا لا على 30 دينار العائلة معزة. رئيس البيجي قديش باش تعيط؟ لا غالب الصوت نتاعك ما يوصلش، لانه عندنا اصوات مع الاسف في المجلس، اصوات تسمع كان في رواحه وتحب مليون زياده في الشهر للنائب. اليوم نحب ندخل في مخ النائب اللي ينزل بيده على اللي معناه كيفاش تتعدى الامر، يتعدى من المخ للعضله للميوسكل اليد باش ينزل لي على زياده 30 دينار في عائله. التفسير الوحيد تعرف شنو يا راف؟ وانهي التفسير الوحيد، وانه الاقتراح جاء من الجبهه الشعبيه، لانه جاء لا ما يلزمش المعارضه حتى اقتراح نتاع. قالوا لكم هذا اقتراح مجرد شعبي. الفضيحه دوبل تولي وقتها انك تعطل مصالح ناس وتخلي عباد محرومه خاطر الاقتراح جاي من جبهه. الفضيحه تولي دوبل، وهي فضيحه باتم معنى الكلمه وبكل المقاييس. نمشي